كما يستمر نظام الحكم الأسدي بقصف كافة المدن السورية بكافة أنواع الأسلحة، إلا أن الشعب السوري العظيم يستمر بمقاومة كافة الأشكال. صلاة العيد، حي القبول للمشهد. ألم يجدك يتيما فآوى
الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنا لأعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. وأعز جنده وهزم الأحزاب رحمه.
تنزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، الكوثر في هذه الآية القرآنية إنما هو الخير العظيم على هذه الأمة الطيبة المباركة، والخير العظيم إنما هو عزتها ومنعتها، إنما هو انقيادها لأمر الله عز وجل. وها هم الشباب الذين يبيعون أنفسهم لله عز وجل، والله عز وجل هو الذي اشتراها منهم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أيها الإخوة المؤمنون، من هو الذي باع ابنه لله عز وجل؟ أبونا إبراهيم باع ابنه لله عز وجل من رؤيا رآها بأنه يذبحه، ورؤيا الأنبياء الصادقة لا محالة. انظري أيتها المرأة الأرملة، انظر أيها الرجل، يا من بعت ابنك لله عز وجل، لقد